مرحبا. تكلمنا في الدرس السابق عن ظروف التكرار، وبآخر الدرس تركنا واجب للحل. راح أظهر الحل وأتركه لخمس ثواني للتأكد من أجوبتكم. طبعا فيك توقف الفيديو وتتأكد من الحل على مهلك. وهلأ راح ننتقل نتكلم عن زمن جديد وقاعدة جديدة. خليك معي. السلام عليكم ورحمة الله، معكم طارق الشيخ على قناة تعلم اللغة الإنجليزية. اليوم رح نتكلم عن زمن الحاضر المستمر، لكن قبل ما نبلش، إذا ما كنت شاهدت زمن الحاضر البسيط فبنصحك لا تتفرج على الزمن الجديد، لأني في بعض العلاقة ورح يصير عندك بعض الأسئلة والاستفسارات اللي جاوبنا عليها من قبل. الدرس رح يكون مقسم إلى قسمين، لأن الدرس مدته طويلة ويحتاج شرح طويل، فمشان ما يصير ممل قسمته لقسمين. رح أحكي عن استخدامين في الدرس هذا، وإن شاء الله الدرس القادم رح أحكي عن الاستخدامين التاليين لزمن الحاضر المستمر. خلينا نبلش. قبل ما نتكلم عن استعمالات الحاضر المستمر، خلينا أول شي ناخد شكله بالإيجاب والنفي والسؤال. يصاغ الحاضر المستمر على الشكل التالي: subject plus present tense of the verb be, am is are plus the ing form of the verb. يعني هو عبارة عن الفاعل والزمن الحاضر للفاعل be تعلمناه هو am is are، الزمن الحاضر تبعه مو مثلا was were، لا. بعدين الفعل مضاف إليه ing. مثال: I am working. You are playing. He is talking. She is living. etc. طبعا أنا مشان أسهل عملية الإيضاح حطيت الفعل المساعد be باللون الأحمر، وال ing اللي دخلت على الفعل حطيتها باللون الأصفر مثل ما هو واضح. طبعا هلا راح نتكلم عن اول عن شكل النفي في زمن الحاضر المستمر. يصاغ شكل النفي على النحو التالي: be plus not plus verb ing. يعني عندنا راح يكون عندنا السبجكت موجود، طالما عندنا البي موجود اللي هو am is are، فبضيف بعد الام is are not، بعدين بنضيف الفعل مضاف اليه ing. مثال: I'm not doing that. أنا لا أفعل ذلك. You are not listening. أنت لا تستمع. They are not coming to the party. هم لا يأتون إلى الحفل. طبعا هلا راح ناخذ تطبيق عملي من أحد الأفلام. أخذت مقطع صغير منه لاستخدام الحاضر المستمر بصيغة النفي. راح نتكلم هلا عن الحاضر المستمر في صيغة السؤال. كيف يصاغ الحاضر المستمر في صيغة السؤال؟ يصاغ على النحو التالي: أول شيء نحط be اللي هو am is are، نحطها في بداية الجملة، بعدين subject يعني الفاعل، بعدين الفعل مضاف إليه ing، يعني شبيه جدا لصياغة الزمن الحاضر البسيط. مثال: Are you listening? Are they coming to the party? When is she going home? When is she going home? What am I doing here? What am I doing here? ملاحظة: عندما تبدأ الجملة بأداة السؤال، توضع أداة السؤال أول شيء، ثم الفعل المساعد، ثم الفاعل، ثم الفعل، ثم بقية الجملة على النحو التالي. طبعا أداة السؤال يعني عبارة عن مثلا when, what, where. فنبلش ب question words plus be plus subject، يعني اختصار تبعه s plus v واختصار ل verb plus rest of the sentence. طبعا هلا خلينا ننتقل لنشوف مقطع من فيلم كيف استخدموا
زمن الحاضر مستمر بصيغة السؤال. Doctor, are you listening to me? Yes, I'm listening. هلا رح ننتقل عن استخدامات الحاضر المستمر. متى نستخدم الحاضر المستمر؟ أول استخدام من استخدامات الحاضر المستمر يستخدم عندما نتكلم عن نشاط حدث في لحظة الكلام، يعني شيء حدث الآن. يعني مثلا الدرس اللي عم بعطيه أنا الآن هو في زمن الحاضر المستمر. لو بدي أحكي مثلا باللغة الإنجليزية فالدرس كله رح يكون في زمن الحاضر المستمر. مثال: I'm just leaving work. I will be home in an hour. يعني أنا أغادر العمل للتو، سأكون في البيت خلال ساعة. يعني مثلا إذا عم بحكي تليفون مع شخص وعم بسأله وين أنت مثلا، بقول له أنا هلا رح أغادر العمل، هي اللحظة، ورح أكون في البيت خلال مثلا ساعة من الزمن. Please be quiet. The children are sleeping. من فضلك اهدأ، الأطفال نائمون. طبعا كمان حدث يعني عم بيحدث في هاي اللحظة. What are you doing? I'm taking a shower. عم تسأله مثلا What are you doing? ماذا تفعل؟ عم بقول له I'm taking a shower. يعني إنه أنا هاي اللحظة أنا إيش عم بسوي؟ أنا عم باخذ حمام يعني. طبعا خلينا ناخذ مقطع من فيلم الاستخدام الأول. I'm texting. Charlie's writing on the wall. What? Charlie? She's writing on the wall. I sit down. الاستخدام الثاني طبعا هو غريب بعض الشيء. فينا نستخدم الحاضر المستمر لنتكلم عن المستقبل. نستخدم الحاضر المستمر لنصف خطط محددة للمستقبل، خطط كانت قد وضعت قبل لحظة الكلام. مثال: I'm going to the party tonight. أنا سأذهب إلى الحفلة الليلة. Are you visiting your friends next week? هل ستزور أصدقائك الأسبوع القادم؟ Isn't he coming with us tonight? ألن يأتي معنا الليلة؟ يعني مثل ما انتم شايفين انه فينا نستخدم الحاضر المستمر لنعبر عن المستقبل، ولكن لازم في شرط من شروطه لازم يتحقق، اللي هو لازم يكون في خطه يعني موضوعه قبل لحظه الكلام. يعني لازم يكون في خطه مستقبليه، ولازم يكون في كلمه من كلمات اللي تدل على المستقبل، مثل مثلا بعد ساعه، الليله، بعد اسبوع، بعد سنه، ولو حتى كان مثلا بعد 5 دقائق، ولكن لازم يكون في كلمة من كلمات الوقت اللي بتدل على زمن المستقبل، ولازم يكون في خطة مستقبلية. طبعا أما من يسأل كيف نميز بينه وبين زمن المستقبل، فسأعطي مثالين سريعين للتمييز بينهما بدون الحديث عن زمن المستقبل، لأنه رح نتكلم عنه في درس قادم. مثال: I'm going to the party tonight. هذا استخدمناه زمن الحاضر المستمر. أما بزمن المستقبل نقول مثلا I am going to go to the party tonight. طبعا شو الفرق بين الجملتين؟ في فرقين واضحين. أول شيء الاختلاف في شكل صيغة الزمنين. في زمن الحاضر المستمر بعد to ما في فعل، يعني يجي فورا اسم. أما في زمن الحاضر في زمن المستقبل بعد to يجي فعل. هاد في موضوع صيغة الشكل اختلاف. 2، الحاضر المستمر عندما نريد أن نستخدمه لنعبر عن المستقبل يجب أن يكون هناك خطة مسبقة، يعني ما في ارتجال أبدا. أما المستقبل فيمكن الارتجال للتعبير عن المستقبل عندما نستخدم مثلا will. فهذا نوعين من أنواع الاختلاف بين وبين المستقبل. طبعا ما راح افوت اكثر من هيك بالموضوع هذا، راح اتركه لدرس قادم. طبعا هذا بالنسبه اليوم درس القواعد، وان شاء الله الاستخدامين التاليات راح نحكي عنهم بدرس قادم. اما هلا راح ننتقل للقسم الثاني من مثل ما تعودنا، راح نتكلم اليوم عن حديث شريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث تبعنا بقول: Whoever believes in Allah and the last day should either say something good or remain silent.
Whoever believes in Allah and the last day should either say something good or remain silent. طبعا last days هو عبارة عن يعني طبعا دون الاس هو عبارة عن اليوم الآخر last day. الحديث هو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق رسول الله. هذا كان درسنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله.